مدينة الناصرية الأحرار يعلن متظاهرون أبناء مدينة الرفاعي يعلن متظاهرون أبناء مدينة الرفاعي غلق كافة دوائر الدولة لمدة يومين الأربعاء والخميس ووراها ننتظر خطبة المرجعية الرشيدة بن نجف الأشرف نشوف المرجعية شو تقول وجيت الساعة نتخذ قرار والله على ما نقول شهيد اللهم قبل ما عندنا هذا الشيء البسيط احنا هذا نقدر نوفي فيه دماء الشهداء وما راح نرجع وما راح نتخاذل حتى يتحقق مطالب اللي طلعت عليها الشهداء والمتظاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.